عليكم، شو بدي زاد رانا نشوف المقابله، كملت المقابله الشوط الاول تاع مانشستر سيتي مع ستوك سيتي، مقابله كانت شيقه، مقابله كانت كما يقول لك في المستوى، مقابله اللي مانشستر سيتي قدم كل شيء، خاصه ستوك سيتي اللي حاول كم من مره باش يسجل هدف رغم صعوبة المأمورية أمام مدافعين تاع مانشستر سيتي، والخطة المحكمة من طرف اللي حطها غوارديولا. شنا كيفاش المقابلة مشات وضيعت ستوك سيتي. رغم ذلك كانت في الشوط الأول، كانت رايحة في بداية الشوط وفي النصف الأول تاع الشوط الأول، وين كانت رايحة باش تسجل هدف محقق لولا براعة الحارس والمدافعين اللي عرفوا كيفاش يسيطروا على المهاجمين، ما تركولهمش مساحات كبيرة وما عطاهمش الوقت باش يلعبوا. وصلنا كيفاش مانشستر كيفاش سجلت الهدف، هدف جميل، هدف كما يقول لك كان كما نشوفوا، كان شلنا الهدف كما يقول لك احنا نقولوا البنت كان يدور، شلنا الهدف كان يدور حتى تسجل الهدف، وهدف كان في المستوى، وهدف كان تاع كما يقول لك تاع كبار. وشلنا كيفاش راهي سيطرت في الشوط الاول مانشستر سيتي، مانشستر سيتي اللي تحوس باش تحطم ارقام قياسيه اخرى في الاهداف في النقاط، تحوس كيفاش تفوز. وفينيك ستوك سيتي اللي راهي في المرحله في وضعيه صعبه، وضعيه محرجه، لافونديرني يعني كما يقول لك بهذه النتيجه الى كملوا كما هكا رايحه تكون نتيجه صعبه، ونتيجه كما يقول لك تردهم لنقطه الصفر، خاصه ستوك سيتي اللي نعرفوها لعبت امام فريق وكان فريق عنيد، رغم الكلاسمون تاعو بصح شتايلا، كان فريق عنيد، فريق اللي ما كانش يتنازل بكل سهوله على ثلاث نقاط، فريق اللي كان يلعب كيما رانا نشوفو دروك بريمير ميطو، مقابله في المستوى، مقابله تاع كبار، مقابله اللي شلنا فيها كلش. هذه هي، ومازال الشوط الثاني وبعد نهايه المقابله. صحيتو، ربي يحفظكم.